اوكي. اوه الله الله ايش هاد؟ فيديو جديد وردة فعل جديدة. مرحبا السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله كلكم بألف ألف خير. يا رب رجعت لكم بحلقة جديدة ومقطع جديد. مقطعنا لليوم يا اخوان بيقول: مرحبا حسن، انا متابعتك من فلسطين، راح اعطيك هذا المقطع، بتمنى تعمل عليه ردة فعل. عنوان المقطع يا جماعة بيقول: مقاطع عجيبة وطريفة لم تراها من قبل تستحق المشاهدة. هلا راح نشوف شو هالاشياء التي تستحق المشاهدة واشياء الغريبة ونتعلم منها، وبدي اقول اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. تمام يا اخوان؟ الى الان تمام. اما بلش هذا المقطع اصدقائي، دوسوا لايك لهذا الفيديو، خلي هذا المقطع يوصل 10000 لايك. اوكي ديت المقطع. عندنا هون مبنى، الله اكبر يا ساتر يا جماعة، المبنى مصمم انه يتحرك، مثل ما شايفين عم يتحرك مع الوقت، شايفين مسرعين الفيديو والمبنى عم يتحرك، والله حلو صراحة وعجيب، كل ما بتمر منه بتلاقي شكل مختلف. اوكي هالشيء له علاقة بالرسم، الوان مائية، شوف الالوان كيف ممزوجة مع بعضها وطالعة شكل غريب. اوكي عم يتزلج. ماكينة حفر على المعدن، على الحديد. حلو. اوكي هدول عمال زر اناناس، كيف عم ينقلوا الاناناس بطريقة حلوة. حلو كتير التعاون، حلو صراحة. اوكي والله شكله شهي الاناناس. طالع الحديد روح وحدة، تحس انه ملمع ونظيف كتير، جميل شكل هذا. بافل يا جماعة، مكان ما يطلع الصوت حاطين عليه الوان، تماما حلو شكله عم ينطوط. هذا شايفة انا بهالمرة المي بتتحول لجماد، ومع اني بالصحراء يعني ما اتوقع انه الجو بارد، كان الماء اللي بالقنينة برد، ما بعرف صراحة غريب، ما لقيت التفسير لهي اللقطة من الهواء مثلا، مو معقول. اوكي شوف المي كيف صارت جماد، غريبة حقيقة هاي اللقطة، انا ما لقيت لها اي تفسير. شوف كل ما بيزيد المي بيزيد ثلج. اوكي اوه الله الله ايش هاد؟ لحظة العيون كلها تتحرك، ما فهمت كيف هيك. كنت مفكرها انها لبسه بس لا مو صح، غريبه صراحه. يصب النار بجوز الهند، شوفوا صارت تغلي من جوا. شكلها راح تنفجر، صلبة جدا صلبة، شوفوا إلى الآن ما انفجرت يعني متحمل الحرارة، الله أكبر، بس لازم تنفجر يعني شكلها بدها تصيح. مو مطولة معلم، هاي مو مطولة كتير. شوف الدخنة صارت تطلع دخنة، احترقت من جوا، احترقت، بتحس جوا شغالة معركة، والله العظيم جوا في معركة شغالة. اوكي شوية متعودين هاي اللقطات نشوفها بالافلام صراحة، تدريب بتكون. اوكي عم تمشي، الحلو كل ما زادت السرعة كل ما السيارة بتثبت اكثر، ما بتميل، كل ما زادت السرعة السيارة بيزيد ثباتها، هاد شيء اكيد يعني. حلو شوف والله دوخة، الله عليكم. الغريب انه ما بيدوخوا، شوف ماشيين و بتحس كل شيء طبيعي. اوكي هذا عم يصف مثل تباشير، تماما مثل الواح تباشير يا اخوان، شكله راح يطالع بشكل امرأة او رجل. امرأة او طفل. سواها بألام التباشير اللي بنستخدمها بالمدارس،
اوكي هاد شو هاد؟ اوكي عندنا هون يا جماعه مثل المي تقريبا لونها زرقاء، شو هي بالضبط ما بعرف، بس الغريب انه لونها ما تغير وعم تغلي، شكلها بتشبه ما بعرف شو هي، عم يطلع لها رغوه. الحلو فيها انه لونها ما تغير بعد، نفس اللون. اوكي بلش يطلع هيك بابوقات حمر. اوكي هاد شو هاد؟ حبال حبال عم تنزل مثل العلق تقريبا. سلايم يا ترى؟ سلايم ما بعرف شو هي بصراحة، بس منظرها غريب يعني مقزز بعض الشيء هيك، شكلها ألوانها مقرفة شوي غريبة، بتحس إنها معجونة أطفال ما بعرف صراحة. اوكي ايش هاد؟ ليش يخربه؟ كان شكلها مستقيم كتير حلو، بس شو هي ما بعرف. والله خربها الله يهديك، بس شو هي يا ترى؟ صار عندي فضول اني اعرف شو هذا الشيء. غريبة ما عرفتها صراحة، تشبه الطين. اوه والله فكرتهم طاحوا من على الجسر، اقسم بالله. تعالوا نعيد اللقطة يا اخوان، شكلهم تشوف راح يطيحوا من الجسر كلهم. ايش هاد؟ مدينة ملاهي على الجسر، حلوة يا ترى. هاي بأي دولة بأي مكان؟ والله يعني فكرت انهم طاحوا ووقعوا لتحت، قلت يا ساتر ليش الكل سوا. اوكي مربوطين مثل حبال تقريبا. اوكي عم يتجوجحوا. هذا يشفط الاوساخ، والله ماكينة جميلة، والله لا لازم تكون موجودة بكل بيت. طيب شو عم يشلع هذا؟ شكلها قطعة بلاستيك عم تطلع بسهولة معه، والله تشبه القطعة البلاستيك صراحة. اوكي عندنا هون غربول، يا ترى هذا سكر ولا ملح ولا طحين؟ انا اعتقد انه طحين لانه ناعم كثير بيجي الطحين، طحين الابيض الخبز. شوف باللقطة البطيء كيف بينزل. اوكي حلو، اعتقد انه الزجاج حامي وعم ينفخ فيه الزجاج. اوكي هي نحن بنقولها الطعاجة تطعج الحديد المعدن القاسي القوي. هيدي شو؟ عجينة آيس كريم ما بعرف شو هي. طيب عم يقطعها بالخيط، شكلها مرتديلا هي اعتقد، غريب صراحة. اوكي هي بحال منوشة سكينة او قطاعة بالخيط معلم، فكرة حلوة. اوكي هذا شو؟ هذا تصميم الظاهر على اوكي
اوكي هون معنا شوكولاتة. هاي جاتو ولا محاية ولا سفنجي؟ اعتقد انها يا جماعة ما بعرف، اعتقد انها سفنجي هيك اظن، ما بعرف حقيقة. يا ريت يعرفونا شو هي. اوكي اصدقائي انتهى المقطع. بصراحة المقطع فيه بعض الاشياء الغريبة اللي ما بنعرفها، وفيه بعض الاشياء اللي بنعرفها نحن يعني عادي. فهذا كان مقطع اليوم اصدقائي، اتمنى انه ينال اعجابكم. وبلا سكر هذا المقطع على المدى لايك يدوس لايك، والما اشترك عندي بالقناة ينزل يشترك عندي بالقناة ويفعل الجرس، وهي اسمي على الفيسبوك وعلى الانستغرام. يا جماعة ضيفوني وارسلوا لي روابط حتى نعمل عليها ردة فعل. صلى على النبي محمد يا جماعة، تحية للجميع والسلام عليكم.